هاي. لبنان موجود بأحد أغنى مناطق العالم تاريخياً ومر عليه العديد من الحضارات. خمس وجهات سياحية بلبنان هي اليوم مدرجة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وهي سور يلي دخلت اللائحة سنة 1984 وفيها مدرج روماني، عميدة تاريخية، مسرح الميناء، سوق القديم والميناء الأثري. عنجر انضمت للائحة بذات السنة وتم بنائها بالقرن الثامن، بتضم قلعة الخليفة، بقايا الأسواق، حمامات السوق والجامع الأثري. تعتبر بعلبك من أغنى وجهات المنطقة بالآثار القديمة، وكان أساسها الفينيقيين من 9000 سنة قبل الميلاد. ما زال معبد باخوس يلي بناه الرومانيين بالقرن الثاني بعد ميلاد أفضل مثال للهندسة الرومانية. أما جبال فتعتبر من أقدم المدن المأهولة بالعالم ومصدر الأبجدية الفينيقية. مين قال إنه وادي أديشا دخل لائحة سنة 1998 وبيتميز بالمغاور والأديرة القديمة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.